في تراجع وليس في خطر. أها. يعني اعتقد انه ايران كانت تعتمد على فرضيه الاندفاع السريع، يعني خصوصا فتره يعني اوباما. النفوذ الايراني ظهر كان نفوذا خفيا استاذ احمد، يعتمد على القوه الناعمه، يعتمد على التهيئه والتسليح السري، يعتمد على اساليب مخابراتيه، تهريب السلاح، تجهيز الانصار بطريقه سريه. ولكن في عهد اوباما حينما حصل انهيارات بموجه الربيع العربي الاولى في بعض الدول العربيه، راينا النفوذ الايراني ظهر بشكل سريع خلال اشهر يعني، وبدا يخرج يعني امام جمعه مشهد ويتحدث عن انضمام 4 عواصم عربيه الى ايران، وبدانا يعني نشاهد المنطقه بدات تشاهد نفسها محاصره بنفوذ مندفع. انا اعتقد انه بدايه يعني تخلف هذا النفوذ او انحساره هي بدأت في عهد ترامب. ترامب حقيقة كان فاعلا كبيرا في مواجهة النفوذ الإيراني، وحينما يعني استخدم جعل التمدد الإيراني، طبعا هذا في عهد أوباما ليس في عهد ترامب، بس ترامب نفذها، يعني جعل التمدد الإيراني يتحول إلى عبء اقتصادي داخلي ثم فرض العقوبة، ولذلك أرهق إيران. واصبحت الان يعني حتى في الداخل العراقي استاذ احمد، انت شفت الخطاب الايراني؟ صحيح انا تابعت الصحافه الايرانيه، هاجموا السيد مقتدى الصدر، هاجموا يعني اليوم مثلا الصحافه الايرانيه تنشر عن نزول الذين يجب ان يطوقوا المنطقه الخضراء، احرقوا احراق المفوضيه، هذا موجود بالصحافه الايرانيه، ولكن هذا لا قيمه للنفوذ الايراني، لفاعليه النفوذ الايراني باستهداف المواقع البنى التحتيه في الداخل، ما قيمه هذا. يعني كيف ايران تصدر فكره الدوله المثاليه او الدوله الاسطوريه الامنيه وهي يوميا تتعرض الى هذه الانفجارات؟ احمد النجاد رئيس ايران يخرج يقول اننا محتلون من قبل الموساد، يعني ما معناه انه الموساد يسرح ويمرح في الداخل الايراني، كيف تحصل هذه الخروقات الامنيه؟ طبعا هذا امر ايضا مرتبط بملف النفوذ الايراني، يعني يعطي انطباع للقوى الفاعله التي يعني ترتبط بايران ماليا واقتصاديا وعسكريا بان هناك خرق، ان هذه الدوله التي صدرت في عز مواجهه الارهاب، ايران كانت امنه بسبب سياساتها الذكيه جدا وبسبب يعني اعتمادها على اللعب على المتناقضات. الان لا، ايران تجد نفسها في ورطه، انا اشوف يعني، ولذلك يجب ان تضحي بشيء، يجب ان تضحي بشيء، ان تختار ايران ان تضحي بشيء حتى تنقذ نفسها، يعني حتى ينقذ النظام نفسه. طيب الموضوع هو الدعم الروسي الصيني سوف لن يستمر، بالنتيجه روسيا والصين تستخدم ايران كرئيس حرب لمواجهه جميل النفوذ الامريكي. ممتاز ممتاز استاذ احمد، يحقق المصالح الروسيه. جميل جدا جميل جدا، اسمح لي.